والآن مشاهدينا الكرام موعدنا مع أخبار الاقتصاد. تقدمها لنا الزميلة شروق عماد الدين. إليك شروق. شكرا فاطمة، شكرا نهى، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. أكد وزير البترول طارق الملا أن ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعي في جميع محافظات مصر إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية يعكس حجب الطفرة التي شهدها هذا النشاط والاهتمام الكبير الذي أولته الدولة منذ عام 2014. وأوضح الوزير أن قطاع البترول قام بتوصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات التسع، بما يفوق عدد الوحدات التي تم توصيلها في 34 عاما. ولفت الملا إلى أن من أهم عوامل ارتفاع معدلات التوصيل هو مبادرة وزارة البترول التي بدأت عام 2018 بتوجيهات رئاسية لتقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل بشكل ميسر على 7 سنوات بدون مقدم أو فوائد بالنسبة للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بنظام المشروع. قال مسؤول بشركة غازبروم الروسية إن الشركة تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بحجم 38.9 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز في منطقة كورسك، وإن طلب ضخ الغاز عبر منطقة سوخارانوفكا رفضه الجانب الأوكراني. ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لتزويد دول غرب ووسط أوروبا بالغاز الروسي، إذ تم تعليق الضخ عبر خط نورد ستريم بالكامل. أعلن مطار برلين برندبرغ الدولي إلغاء جميع الرحلات الجوية المقرر مغادرتها غدا بعد أن دعت نقابة فيردي العمالية الألمانية إلى إضراب عن العمل لمدة يوم المطالبة بزيادة الأجور. وشهدت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام بعضا من أكثر الإضرابات تعطيلا للأعمال منذ عقود، إذ تضغط النقابات من أجل رفع الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. ويأتي الإضراب المزمع عقب إضرابات في 4 مطارات ألمانية أخرى يومي الخميس والجمعة الماضيين، حينما ألغيت أكثر من 700 رحلة مغادرة. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكما نهى وفاطمة. شكرا لك شروق على هذا العرض المميز.